على عاتق هؤلاء الطلبة يقع مستقبل العراق، وبحراكهم السلمي يحدد مصيره في أشد المراحل حساسية وأكثرها لزوما لإنقاذ البلد من هوية الفساد التي انزلق بها. لم يهدأوا ولم يستكينوا، مضربون عن الدوام، مستمرون في الاعتصامات والتظاهرات في كل جامعة وكلية. جامعة النجف تسجل حضورا كبيرا في ثورة تشرين، حيث أقام الطلاب مسيرة حداد على أرواح الشهداء المتظاهرين، عبروا من خلالها عن استنكارهم للإجرام الحكومي والميليشياوي ورفضهم لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي. وعن اليوم خرجنا كطلبة جامعات، خرجنا لأجل قضية. أولاً أنه إحنا اليوم خارجين كتعزية للشهداء اللي سقطوا بالساحات. اثنين، رفضاً قاطعاً اللي جاي يصير بالساحات من اعتداء على المتظاهرين السلميين. إحنا لو مخرجنا ما خرجنا غير بالعلم العراقي وبأصواتنا اللي تتب. نحن طلبة جامعات النجف الأشرف خرجنا اليوم بمسيرة طلابية باللباس الأسود ترحماً لدماء الشهداء الذي سقطوا لأجل التغيير، ومسيرتنا هي لرفض كل أنواع العنف التي طالت المتظاهرين السلميين. بمطالبهم الموحدة يقطع الطلاب المتظاهرون الطريق أمام كل من يحاول التلبس بزي المتظاهر وتشتيت وحدة الهدف، خدمة لأجندات الأحزاب والكتل المعادية للحراك الشعبي. انت تعال وياي هنا بالساحه ما يخالف، بس مو تفرض رايك علي وتدافع لك عن حزب معين، لا، انت ادعو الى عراق مستقل مثل ما احنا ندعو الى عراق مستقل، لان الاحزاب صار لها 17 سنه تحكمنا. شنو قدمته لك والي؟ شنو قدمته للمجتمع بصوره عامه؟ اشو العراق خلص عمره حروب ونملى بالايتام ونملى بالارامل والشوارع مدمره، مستشفيات ماكو، عناية ماكو، دراسة. احنا كطلاب هسه جاي ندرس بس مستقبلنا مجهول. ويرى الطلاب ان التعليم يحتاج الى شروط صحية لن تتوفر الا اذا تغيرت المنظومة الحاكمة وبني نظام وطني يحقق العدالة ويلبي طموحات العراقيين. لان العلم بهذا الوقت، العلم بهذا الشارع وبهذا الوقت اللي بيظلم وبيجهل ما راح يفيدنا. هسه احنا عايشين تحت الجهل والظلم، شلون ندرس العلم؟ ما يصير. اول شيء لازم نصح حالنا، الدور نتعلم. قوافل التغيير لن ترتاح وتهدأ حتى تصل محطتها الأخيرة، حيث يستعيد العراق استقلاليته وحريته ويتنعم مواطنوه بخيرات بلادهم.